احتفل المجلس الأعلى للبيئة بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة 2018، والذي يصادف 5 يونيو تحت شعار التغلب على التلوث البلاستيكي، وذلك بإطلاق مبادرة بيئية تهدف للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وبالتعاون مع أسواق اللولو هايبر. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن هذا التعاون جاء ليعزز التعاون الثنائي بين المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة في سبيل تحقيق الأهداف التي ترتقي بالجانب البيئي في المملكة. وأشار سعادته إلى أن مبادرة أسواق اللولو هايبر تهدف إلى إعطاء المستهلك الخيار بين استخدام أكياس قابلة للتحلل وأكياس قابلة لإعادة الاستخدام كبديل متوفر للأكياس البلاستيكية الضارة للبيئة. كما نوه بن دينا إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يعي بأهمية إشراك الفرد والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة ظاهرة التلوث البلاستيكي، وعلى هذا الأساس تنفذ إدارة العلاقات الدولية والإعلام بالمجلس العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة التي تستهدف المستهلكين. مشكلة التلوث من الأكياس البلاستيكية مشكلة عالمية وليست مشكلة محلية. اليوم الكثير من البحار والمحيطات يعانون من التلوث البلاستيكي. نتكلم إذا مش إنه على نفس الرذم اللي احنا ماشيين عليه اليوم، في 2050 بيكون كمية البلاستيك في البحر يعادل كمية الأسماك في البحر. اليوم العالم قاعد يستخدم 50 تريليون كياس بلاستيكية في السنة، وهذا طبعا رقم ضخم. أعتقد أن المبادرة اللي اليوم قمنا فيها مع اللولو هايبر ماركت بخصوص الأكياس اللي يتم إعادة استخدامها في كل مرة، فكرة بتغلص استخدام الأكياس البلاستيكية، وهذا اللي نطمح له احنا، تقليص استخدام الأكياس البلاستيكية. أعتقد أن شعب البحرين شعب واعي وشعب فاهم ويهتم ببيئته المحلية، وبيكون داعم لكل المبادرات اللي تشجع على تقليص استخدام الأكياس البلاستيكية.